صباح الخير يا دكتورة صافي ناس. بونجور يا عمر، مش هاخد من وقتك كتير. أنا برعى حفل خيري للأيتام وعاملة حفلة كبيرة عندي عزمة فيها معظم أصحابي ومعارفي. أنت طبعا معزوم، يلا حضر تبرع يليق بمقامك. من أولها كده؟ طالما عاوز تتوسع في البيزنس هنا يبقى لازم تدخل في الدوائر الصح. ده غير إن القانون المصري بيشجع النوع ده من العمل المجتمعي، ونسبة كبيرة من مبالغ التبرع تتخصم من ضرايبك. You're always right. هبعت لك تفاصيل الحفلة في كارت على مكتبك. Thanks for everything يا عمر. باي باي. ودي بقى كانت بداية النهاية. جبت نتيجة بقى. إن شاء الله واثقة بالناس. شو؟ شكل الكلام مش عاملين ايه النهارده؟ هابي؟ We're gonna make it, okay؟ يلا بينا على هناك، يلا يلا اطلعوا هناك. أهلا 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 بيك يا دكتورة صافي ناس. شرفت الحق. الشيك معاك ولا نسيته؟ 3 مليون. أوكي هايل كده، شغلك هيتوسع في مصر بسرعة. أمال فين كارما هنا؟ المفروض إن هي تستقبلك، بس معلش هي تقريبا ما تعرفش حد هنا. لحد هي ما تعرفش أنا عازمة مين. أنا اللي أعزم وأنا اللي أستقبل زي ما حضرتك شايف. صافي لحظة لو سمحتي. ها هي هناك، هعرفك عليها دلوقتي بس بعد إذنك أشوف ضيفتي. تفضل. ميرسي. يس دارلينج، هاي هاو ار يو؟ أم فاين ثانك يو. كارما ولا تحب اقول لك سلمى المنصوري؟ ولا مش احسن بقى تقولي اسمك الحقيقي عشان اعرف انا ديكي بيه؟ على فكره مش مهم اسمك، انت مش عارفة انا مبسوطة قد ايه اني شايفك قدامي. لا 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 لا، انت رايحة فين؟ ما تتعبيش نفسك، انا مش مستني منك كلام. عمرك ما هتحسي انا تخيلت اللحظة دي كم مرة عشان اكون جاهز بالكلام لو شفتك قدامي. من يوم ما صحيت ما كنتش جنبي، مش عارف اقول لك وحشتيني واكون صريح لو قلتها ولا اجيب البوليس عشان يجي ياخدك. غريبه قوي، عمري ما كنت هتصور اني هشوفك هنا. في اللحظه دي مش عارف اطلع اللي جوايا. اختك في حضني ولا اعمل فيك ايه؟ احكي لك عن الوجع اللي كنت عايشه؟
ولا اروح لاصحاب البيت ده واقول لهم انك نصابه محترفه. لا لا انت طلعتي لعيبه قوي. سفينة سهير ومحمد مراد مرة واحدة؟ Normally I don't care بس أموت وأعرف أنت وصلت للناس دي إزاي؟ وقعت مين فيهم في حبك؟ يا راجل مش تسلم؟ ولا عشان اتعرفت على كارما بقاش همك حد خلاص؟ إزيك يا شريف؟ أخبارك إيه؟ All good حبيبي. ايه رايك؟ هي دي كارما يا سيدي، كنت عايز اعرفك عليها الحفله اللي فاتت. بذمتك في بنت احلى من كده؟ لا ده احنا طلعنا معرفه قديمه مش كده؟ ايه ده بتعرفوا بعض؟ عن اذنكم. انت رايحه فين؟ انا مش هسيبك تاني. هو في ايه؟ لا دي حكايه طويله مش كده؟ انا مستنيك. مستنيها. هو انت في بينكم حاجة؟ لا مفيش. هي بس أكتر بنت حبيتها في حياتي. تمام. شفت عمر في الحفلة تفكيري اتشل، كنتش عارفة افكر لحظتها اعمل ايه. اكتر حاجة سيطرت عليا اني اهرب. بس اهرب ازاي بعد كل اللي عملته ده؟ اهرب مستحيل طبعا، لا مكانش ينفع. الحل الوحيد كان اني احافظ على المكاسب اللي حققتها في بيت محمد مراد. البدله اللي جايبها لي حماتي دي هتاكل مني حته. ده مش هحضر بيها حفله، ده انا احضر مهرجان القاهره السينمائي. ايه الفستان المقرف اللي انت لابساه ده؟ براحتي البس اللي انا عايزاه. لا مش براحتك، تدخلي اوضتك وتغيري من غير مناقشه، ولو مش عايزه استني يا روم وما تخرجيش خالص. الحفله مليانه اعلاميين. شفتي شفتي، والله قلت لها الكلام ده يا حماتي، بس هي دماغها ناشفه ما بتسمعش الكلام. يلا اتفضلي اتفضلي. بدلة جميلة عليك يا ممدوح. ده ذوقك هو اللي حلو يا حماتي، تسلم ايديكي. بص يا ممدوح، احنا في حفلة وانا اسمي الدكتورة صافي ناز، تقدر تناديني صافي عادي مش مهم، بس بلاش طنطو حماتي علشان بلدي شويتين. حاضر يا صافي. طب انا عايزة منك خدمة. يا نهار ازرق، ده انت تأمري. تروح لسارة وتتأكد انها هتنزل الحفلة ولابسة فستان شيك. بس كده غالي والطلب رخيص يا صافي. ازيك يا كارما؟